أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأكل من هذه التمور؟ ففي بعض الأحيان عند الوزن آكل بعض التميرات، وكذلك عندما أصوم آخذ بعض التمرات من المحل وأفطر عليها، فما حكم عملي هذا وما حكم صيامي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذه التمور لغيرك وأنت إنما تبيعها له، أنت عامل في المحل، فلا تأكل إلا بإذن صاحب المحل، تستأذن منه في أن تفطر من هذه من هذا التمر، فإذا أذن لك فلا بأس. وأكل التمرة أو التمرتين أمر سهل لا حرج فيه إن شاء الله. نعم.